أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم بخصوص مواضيعنا التي سنطرحها في هذه الحلقة إن شاء الله. اليوم الموضوع طبعا سيكون عن الفساد الحكومي الموجود الآن في العراق. هناك قضايا كثيرة فتحت مؤخرا وقضايا قديمة يدور حولها الكثير من الشكوك بخصوص مدى حجم الفساد الذي يشوب حولها ويدور بها. طبعا نتحدث من تصريحات لي أو من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الحالة المزاجية للعراقيين بعد قدوم حكومة عبد المهدي الجديدة، أصبحوا أكثر تشاؤما، هذا ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، بالإضافة إلى تصريحات خطيرة جدا من نواب ومسؤولين وأعضاء هيئة نزاهة موجودين في البرلمان في العراق. ثم سنتطرق إلى قضية ربما قد تكون انتشرت بالفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية المخيم رفحاء وهؤلاء الذين يطلق عليهم السجناء السياسيين أو سجناء رفحاء، امتيازاتهم التي يحصلون عليها الآن أكثر من 3 ملايين للفرد الواحد يتقاضى شهريا، طبعا بالإضافة إلى أرقام ربما قد تكون أعلى من ذلك بكثير لبعض الأفراد. هذا الموضوع سبب مشكلة حقيقة الآن في الشارع العراقي، رغم أن القانون مقر من عام 2006، لكن أن يطرح الآن بهذه الفترة وأن يعاد النظر إليه بشكل أو بآخر لربما يكشف حجم أو وجه من أوجه الفساد الآن الموجود في العراق. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب هو انقطاع الماي. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود ماي مالح. قانوننا قانون، هذا من فلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نبدأ من تصريح أو من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي ذكرت أن الحالة المزاجية للعراقيين مع تولي حكومة عادل عبد المهدي المسؤولية باتت أكثر تشاؤما لعدة أسباب. طبعا استندت الصحيفة في التقرير إلى استطلاع رأي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني، وأظهر أن العراقيين لا يزال لديهم شعور بالإحباط بسبب استمرار الفساد وغياب الوظائف وازدياد البطالة ونقص في الخدمات طبعا وغياب العدالة كذلك من أوجه الفساد. بالنسبة لتصريحات محلية وتأتي من أعضاء في البرلمان، عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العقيلي أكد أن 90% من ملفات الفساد تعود لرؤوس كبيرة في الدولة، أي أن الفساد يدور دائما أو يحوم حول هذه الشخصيات التي تسلمت مناصب وزارية أو رئاسات برلمان أو رئاسات وزراء أو رئاسات جمهورية طبعا بنوابهم. يقول إن ما يثير التساؤل هو أن آلاف الملفات الخاصة بالفساد لم تفتح سابقا، وأضاف أن أكثر الموجود من الدعوات متستر عليها من قبل الأحزاب. نود أن نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير وبعده نعود من أجل إكمال الحديث مع حضراتكم.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من طاوله الحوار والتي سنتكلم فيها مساله اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نكمل الحديث بحلقتنا لهذا اليوم عن موضوع الفساد. نكمل الحديث من صباح العقيلي وهو عضو لجنه النزاهه النيابيه حيث تحدث عن ان 90% من رؤوس الفساد الكبيره طبعا هي في السلطه الان وهي تتسلم المناصب الكبرى الموجوده في الدوله. اوضح ان لجنه النزاهه النيابيه ستفتح الملفات الخاصه بالفساد وستحقق بها سواء بموافقه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي او من عدمها. طبعا هذا تصريح ربما سيقف عنده البعض ويقول بأنه هل هناك جرأة للجنة النزاهة في البرلمان أن تقوم بكشف الحقائق عن ملفات فساد ربما قد تضرب الحيتان التي كان يصفهم حيدر العبادي سابقا؟ هذا السؤال ربما جوابه سيكون الشك بمدى مصداقية هذه التصريحات التي تخرج من هؤلاء سواء كانوا أعضاء هيئة النزاهة أو رئيس هيئة النزاهة أو غيرهم من البرلمانيين، خاصة عندما ننظر إلى تصريح سابق جاء من مشعان الجبوري الذي قال بأنه إن كان رئيس هيئة النزاهة أو المسؤول عن النزاهة في البرلمان هو أصلا فاسد فكيف له أن يحاسب الفاسدين؟ يعني هذه نقطة كانت أو تصريح خطير ومهم جدا أن يخرج من برلماني وقتها، طبعا بالإضافة إلى تصريحات كثيرة خرجت من مسؤولين شككت بمدى مصداقية هذا البرلمان بلجانه النيابية و تحدثوا عن مدى الفساد وحجم الفساد الذي يحوم حولهم، وبالتالي إن كان كما يقول النائب طبعا هو منهم وبهم، إن كان كما يقول أنه رئيس لجنة النزاهة هو أصلا فاسد فكيف سيكون أو ستطبق هذه اللجنة العدالة على الفاسدين؟ معنا السيدة أم محمد بن السليمانية، تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. قناة الرافدين، اهلا وسهلا وعامليها. شكرا جزيلا استاذ محمد. هم الحكومه الفاسدين ليش ما يطلعوهم؟ ليش مخلين الفاسدين؟ كل يد فاسده لازم اطلعها. منو ليش ما يطلعهم ام محمد؟ بس اريد افهم منو ليش ما يطلعوهم؟ ما يطلعوهم هو غير مثل رئيس الوزراء، مثل رئيس الجمهوريه، مثل رئيس مجلس النواب. نعم. ليش ما يطلعون الفاسدين؟ ليش هم ما يعرفوهم؟ ما يشوفهم مكلبين؟ طيب ام محمد، ام محمد عندي يعني عندي سؤال. نعم. عفوا، يعني هو رئيس البرلمان او رئيس نعم. الوزراء او رئيس الجمهوريه هم اصلا شرفاء بالعراق الان موجودين؟ يعني قضاياهم او صفحاتهم بيض كما يقال؟ لا، ورقتهم مو بيضه، الورقه مالتهم سوداء. طيب شلون هذا اللي عاد حيحاسب؟ شلون لا عاد حيحاسب الفاسدين ويطلعهم؟ اذا رئيس الوزراء اللي اجى هسه عنده قضيه البنك، بنك الزويه اصلا، مصرف الزويه اصلا هي وحدها كارثه بتاريخها، يعني من قضايا اخرى طبعا كثيره. فشلون هو يريد يحاسب السراق على سبيل المثال؟ استاذ محمد، يعني هم واحد بيضم لله. هذا باق، ما هذا راح يطلع يقول له اذا طلع يعني تفضحني انا هم افضحك، ما واحد يطلع فضيحة الله. نعم. No. هم يبوقون، هم كلهم بالهوى سوا. لا رئيس الوزراء، هم ليش جو، هم ليش فقرة؟ كلهم هم فقرة، ليش؟ ليش الشعب العراقي اللي يغلط غلطة صغيرة يطلعوه على التلفزيون ويحققون وياه ويقتلوه ويطلعوه بالشوارع يفروه يقولوا له تعال شلون سويت جريمة؟ زين عاد هي هذول عوفهم الفقراء. ليش ما يطلعون هذول بالدولة؟ ليش ما يطلعون الوزارة؟ ليش ما يقولون لهم تعالوا قول لنا شلون بوكتو؟ شلون طبيتوا بوكتو؟ شلون اخذتوا؟ ليش الفقير دا يصوروه ويفضحوه على التلفزيون؟ الفقير من دا يفوت يعني يبوق، اما يقتل، اما يداهم بيت ويبوقه، هذا من العوز استاذ محمد. هذا الشعب العراقي انحرف، انحرف ليش؟ انحرف من العوز. انت اليوم لا تاكل لا تشرب، طبعا عائلتك ميته من الجوع، طبعا واحد ينحرف. نعم. شخص اذا مرة واذا رجال اذا ما متكفي ينحرف بهذا الشيء. صحيح. يعني هو رئيس البرلمان واذا رئيس الجمهوريه واذا رئيس الوزراء واذا الوزراء. نعم. اصلا هذول لا تطلع ولا واحد من عندهم، كلهم يبوقون، كلهم. نعم. يبوقون، ماكو واحد بيهم. شكرا شكرا محمد بن السليمانيه. طبعا قبل قليل تحدثنا عن موضوع هيئه النزاهه وال90% من ملفات الفساد هي تحوم حول
أو تعود للرؤوس الكبيرة الموجودة في الدولة. هذا كان تصريح من أحد أعضائها. تحالف الإصلاح والإعمار كشف عن وجود 15,000 ملف تحوم حوله شبهات فساد مطروحة أمام هيئة النزاهة. هذه الأعداد الضخمة من الملفات متى سينظر بها؟ متى سنجد هذه الحيتان التي وصفت بالحيتان، هؤلاء الرؤوس الكبيرة الموجودة الآن في السلطة التي تدور حولها شبهات الفساد، التي لدى لجنة النزاهة النيابية ملفات فساد لهم، متى سنراهم في المحاكم يحاكمون على فسادهم وسرقاتهم وجرائمهم؟ متى سنرى هذه الشخصيات موضوعة في السجون والمعتقلات يأخذ العراقي المواطن العراقي حقه منهم؟ يعني هذه أسئلة مطروحة. طبعا النائب مظفر إسماعيل ذكر أن مطالبتهم بتنصيب شخصية مستقلة ذات كفاءة بالأصالة وليس بالوكالة لهيئة النزاهة ليس استهدافا بقدر ما هو تقويم لعمل الهيئة، وبين أن الموظفين يجب أن يتحرروا من سطوة بعض الأحزاب. يعني الآن نعود إلى نقطة أن هناك تحكمات وهناك تحزبية موجودة داخل هيئة النزاهة، وكذا حزب لديه عضو من أعضائه موجود في هيئة النزاهة، وبالتالي لن يتم تمرير كثير من الملفات والقضايا دون أن يكون هناك اتفاق بالإجماع على تمريرها، طبعا بالإضافة إلى الصفقات وغيرها. فكيف يمكن أن نقول أن هناك ملف يمكن أن يحسم في ملفات هيئة النزاهة أو الملفات المطروحة لهيئة النزاهة والمتعلقة بالفساد؟ ماذا أكثر من تصريحات على الهواء مباشرة لنواب ومسؤولين يتحدثون عن سرقاتهم وفسادهم؟ ماذا أكثر من ذلك؟ والاعتراف هو سيد الأدلة بالعرف القانوني، يعني وأنا لست خبيرا بالقانون ولكن هذا ما هو متعارف عليه، الاعتراف هو سيد الأدلة. طب إذا كان ويعترف ليقول أنا سارق وأنا فاسد، لماذا لا يحاسب؟ لماذا يترك طليقا هكذا يمارس حريته؟ بالعكس، بل يستمر بالمنصب ويستمر بدخول الانتخابات واحدة تلو الأخرى ويتحصل على المناصب ويأخذ هذه الامتيازات ولديه الحماية والسيطرة. من الذي سيحاسب المسؤول عندما يقول أنا سارق؟ طيب حتى وإن لم يقل المسؤول أنا سارق، من الذي سيحاسب المسؤول الذي وضعت أو تلطخت يده بالدماء أو بالفساد أو غيرها؟ أيضا نعود إلى موضوع هيئة النزاهة، وهي خرجت بتصريح خطير جدا هذه المرة لتتحدث عن ضياع أكثر من تريليوني دولار بسبب الفساد الحكومي. يعني مشكلة أن تريليون دولار التي ضاعت وهذه الضجة التي حدثت على هذا الرقم الخيالي، طبعا تريليون دولار بالنسبة للعراق، وضاع هذا الرقم منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، يعني هو لم يضع على مدى عشرات السنين، هو ضاع فقط في فترة الاحتلال، الفترة التي دخلت بها الولايات المتحدة وحتى هذه اللحظة ضاع التريليون دولار. لكن أن تخرج الآن لجنة النزاهة لتتحدث عن ضعف هذا الرقم، تخيلوا معي حجم الفساد. طبعا عندما تخرج تصريحات من بعض المسؤولين من محافظ البنك المركزي الأسبق الذي قال بأنه هذه الأموال تكفي لبناء عراق جديد، تخيلوا معي أنك ضاع منك كبلد تريليوني دولار، أين ذهبت هذه الأموال؟ يعني هل تتخيلون معي حجم هذه الأموال؟ يعني 1,000 مليار دولار لكل تريليون، 1,000 مليار دولار، أرقام خيالية تذهب من العراق، لا أحد يعلم أين ذهبت، لا أحد يعلم متى ستعود أو كيف ستعود، ما هي الجهة التي ذهبت إليها أو من هي الجهة التي ذهبت إليها، هل أنفقت على صفقات وإن كانت فاسدة ولكن هناك أوراق تثبت وجود هذه الأموال؟ هناك كثير من الأسئلة التي تطرح عندما نستمع إلى هذه الأرقام المخيفة حقيقة. معنا السيدة أسماء من ديالة، تفضلي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولكل تابعي القناة، فرصة سعيدة تكلمت وشاركت وياكم بالبرنامج. تفضلي. ألو. أسمعك أسماء، تفضلي. أسماء. السيدة أسماء من ديالة. قلنا الاتصال مع السيدة أسماء، عموما عاود الاتصال مرة أخرى. طبعا الخبير القانوني علي التميمي ذكر أن قانون المدعي العام الذي تم تشريعه لم يطبق منه شيء، وأوضح أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي غير قادر على محاربة الفساد في العراق. أكد أن ما يعلن في وسائل الإعلام هو بلاغ قانوني فقط،
ولم يتخذ القضاء أي إجراء حيال النائب الذي اعترف بأخذ رشوة للتستر على ملفات فساد، ونحن ذكرنا من هو النائب قبل قليل. في وقت أكد فيه نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي السابق منير حداد أنه كان من الأجدر إلغاء لجنة النزاهة النيابية السابقة بعد أن اعترف أحد أعضائها بأخذ رشوة للتستر على ملفات فساد. طبعا عدي عواد النائب البرلماني قال إن الشركة العراقية لتسويق النفط سومو تسببت بخسارة العراق من 5 إلى 6 ملايين يوميا دولار، يعني من 5 إلى 6 ملايين دولار باليوم الواحد. مشاهدينا الكرام، نصدم عندما نستمع إلى هذه الأرقام. هذه الثروات التي تسرق من العراق في وضح النهار وأمام أعين الجميع وأنظار الجميع، بل بموافقة من في السلطة. يعني محزن للغاية نرى عراقيين يأكلون من المزابل، ونرى هذه الأموال التي تهدر يوميا التي تسرق. أنا لا نتحدث عن هدر، أنا نتحدث عن سرقة. هم ليسوا يعني مغفلين لهذه الدرجة أن يقوموا بهدر أموال بهذه الطريقة. هناك سرقات متعمدة تحدث لهذه الأموال، وإن كانوا مغفلين في بعض الأمور، وإن كانوا مغفلين بالقضايا الاقتصادية أو كيف تصريف أمور الدولة، لكن أكيد هناك احترافية بالسرقات الموجودة الآن في العراق، وإلا لما رأينا هذه الأرقام الخيالية التي تسرق. لأن الغبي سيكشف يوما أو آخر، لكن السرقات التي نراها الآن في العراق هي مخطط ومدبر لها، يعني هذا أمر احترافي، يعني الموضوع ليس موضوع حوات. أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة. أهلا وسهلا أم عبد الله، تفضلي. أستاذ، يعني هذا الشيء حضرتك أنت تتكلم عليه، كل المسؤول ماخذ راحته في سلب أموال الدولة، لأن ماكو قانون، وهو كل مسؤول موجود بالدولة من الأعلى مسؤول إلى أصغر مسؤول، حتى الفراش هم منتمين إلى أحزاب ماخذين راحتهم يصرفون بأموال الدولة، والسبب هو إحنا اللي خليهم هذول اللي يصرفون هذا التصرف، لأن لو إحنا شعب واعي وهسه بعد 15 سنة يلا إنه هسه حسينا إنه هذا الخطأ اللي موجود وأدى إلى خراب العراق. أستاذ، ليش هم المسؤول من يودع الأموال مالته؟ ترى لا تتصور إنه راح يخليها في بنوك عالمية مثل أمريكا ولا دول أوروبا، هي ترى كلها محصورة في منطقة صغيرة اسمها لخس تشتانين، هذه إمارة ما بين سويسرا والنمسا، مساحتها 160، عدد سكانها 30,000، فيها 180 بنك. غير خاضع لا ضريبة ولا خاضع للمراقبة ولا خاضع لأي تحسس من أي جهة أخرى عالمية، وحتى أمريكا ما تقدر، يعني لأنه هذه إمارة إلى خصوصيتها وتعتمد اقتصادها على الأموال اللي موجودة. فالموظفات اللي موجودين بالبنك يقولون أنه أكثر المودعين من الأموال هم عراقيين فإحنا من بنشوف هذه الأموال الطائلة، يعني بحيث أكو أرقام هسه قدمت تقرير إلى الاتحاد الأوروبي تفاجأت بالأموال بحيث أنه تساوي وزن سكان الإمارة، وزن سكان الإمارة يعني شقد، يعني معناها الأموال العراقية ترى كلها مهربة هناك، الأموال العراقية. الخوف يوم عبد الله مو الأموال المهربة، الخوف من الأموال اللي راحت بدون أي إثبات على مصيرها وبدون أي دليل على أين ذهبت، وقد لا يمكن استعادتها مرة أخرى. يعني الأموال التي ذهبت إلى إيران لدعمها في الأزمة الاقتصادية التي مرت بها سابقا وهذه الجديدة الآن، والأموال التي ذهبت وصرفت على الميليشيات وفرق الموت وغيرها من هذه الأموال التي أهدرت أو التي سرقت بدون أي دليل أو إثبات، هذه كيف يمكن أن تعود؟ أعتقد ما أصور أنه تعود، فبقى على الشعب العراقي إذا يريد هو يعني يحصر هاي الأموال اللي راح تجي
ويحافظ عليها ويحافظ على مستوى الاستثمار الاقتصادي انه يقوم، يعني لازم فد، لان احنا كل المسؤولين الاقتصاديين والفصائل اللي موجودين بالعراق واللي كانوا في الزمن السابق اللي مشوا امور الدوله بشكل صحيح، خاصه وزير التجاره، خاصه وزير النفط السابق، هذولا كلهم كانوا تفاحلة في الاقتصاد العراقي. نعم. يعني نظموا الاقتصاد، نظموا البطاقة التموينية، وهسه صالح مهدي في النمسا انطوا منصب، ما أعرف والله نسيت المنصب شنو، ليش؟ لأنه يعرف بأمور. نعم. فإحنا شنجيب أصلا، إحنا حتى اللي في الأمور الاقتصادية وفي البنوك أكثريتهم ترى ما عندهم شهادات. نعم. فلهذا أموال الدولة كلها تبعترت وكلها راحت، ولا أحد يقول إنه أحارب الفساد. عادل عبد المهدي حارب الفساد لأنهم كلهم فاسدين. شكرا أم عبد الله، شكرا جزيلا. أبو زينب من النجف تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو هذا الموضوع الذي تتحدثون به هو قديم حديث. نعم. منذ مجيء هؤلاء المسوق إلى سدة الحكم بالعراق. نعم. هذول كانوا عايشين منحمين بالخارج من أموال فلوس النفط مقابل الغذاء والدواء. نعم. كان المفروض أنه يستلم سدة الحكم بعد 9/4/2003 العراقيين الحقيقيين اللي عانوا الحروب وعانوا الحصار وعانوا من شطط العيش وعانوا من كل شيء. مو جايني هذا مترف ملحم يجينا وفوق يصير حرامي. والخطا هو خطا الشعب. هذول اطلعهم بالشلاليق، هذول مين في دهو غير غير القنبره. ذولا مو مال حكم، ذولا اصلا حراميه، ذولا عصابات منظمه. مافيات منظمه، عملاء وجواسيس. بس ذولا يا ابو زينب عندهم سلاح ويقدرون يبيدون اي واحد بدون اي مشكله، لانه لا قانون ولا اكو احد يقولهم لا. الحزب الشيوعي لانه لا حكم ولا قتل ولا دمر. ابو زينب ابو زينب موجود؟ فقدنا اتصال. الفكره هناك كما ذكرنا هناك اصرار واجماع بالراي على انه لا خلاص من ما يحدث للعراقي والعراقيين الان الا بالخلاص من هؤلاء الفاسدين الموجودين في السلطه. طيب سنكمل الحديث بهذا الموضوع، لكن نستمع الى السيده اسماء من ديالى. اسماء تفضلي. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام استاذ، شكرا على برنامجكم على هذا الموضوع اللي احنا يعني نحب دائما نسمع هيك مواضيع من حضراتكم. تفضلي. انا وسهلا. للاسف فقدنا الاتصال مع السيده اسماء مره اخرى، يعني لا أعلم هو الخلل من هو النفاذ رصيد أم يعني ضعف شبكة. عموما نتمنى أن تعود الاتصال مرة أخرى حتى نفهم المداخلة. عموما ذكر السيد أبو زينب من النجف أن الخلاص من هؤلاء هو بطردهم وخلعهم من هذا البلد. طبعا هذا الإجماع بالرأي الذي شاهدناه حتى هذه اللحظة واستمعنا إليه كثيرا، طبعا إن كان بمداخلات أو إن كانت بمقاطع حتى نراها يوميا تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو في القنوات الفضائية. لكن المشكلة في بلد كل حزب لديه ميليشيا، وكل ميليشيا مدعومة من جهة، وبالنهاية معظمهم يعودون إلى الرأس الكبيرة أو المصدر ألا وهي إيران. هؤلاء معطون الضوء الأخضر بإبادة العراقيين، وشاهدنا طبعا هذه الأدلة والإثباتات على أرض الواقع كيف تعاملوا مع المتظاهرين في البصرة، كيف تعاملوا مع المتظاهرين في بغداد، كيف تعاملوا مع المتظاهرين في المحافظات الغربية وهذه الإبادات التي حدثت لهم. المشكلة أنه لا يوجد طرف محلي دولي إقليمي أن يتدخل من أجل كبح جماح هذه الميليشيات ليكون هناك نفس أو متنفس للعراقيين ليخرجوا بالمظاهرات. والخلاصة بالقول أن من يريد أن يخرج بمظاهرات عليه أن يتحمل، يعني إن كانت هناك كما تفضل البعض 15 عاما من الظلم والقهر خلاص انتهى الموضوع، وإن كان هناك السلاح من الطرف الآخر فالخلاص منهم هو الأولى. هذا رأي مرجح طبعا بالنسبة للعراقيين، أنه إن كانهم عبارة عن عصابات وميليشيات فنتعامل معهم بأي وسيلة من أجل الخلاص منهم. سيد أبو ناصر من تركيا تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك استاذ فاضل اهلا وسهلا حياك الله.
استاذ محمد، يعني هي بكل حكومات دول العالم موجود فساد، والفاسدين يتحاسبون على فسادهم الا بالعراق. نعم. الفاسدين الموجودين بالعراق هم افسد من الفساد. نعم. وكل الموجودين بالعمليه السياسيه والبرلمانيين والمعممين فاسدين، والشعب طبعا يعرف فيهم، كل الزين يعرف فيهم، واذا واحد منهم تحرك ضميره من هذول الفاسدين، نقول اذا تحرك ضميره وراد يفتح ملف فساد على شخص اخر، راح يشوف مئات الالاف من الملف من ملفات الفساد ضده موجوده كلها. يعني ميزانيه ضخمه مثل ميزانيه العراق تولى عليها مجموعه مجرمين وحرموا الشعب من كل شيء، شنو اللي يقدموه للشعب؟ وين تروح هاي المليارات من الدولارات؟ اذا لا مستشفيات ولا معامل ولا مصانع ولا جسور ولا عيشه كريمه للمواطن. اذا هو مال سايد، ومثل ما تعرف حضرتك ويعرف كل الناس، المال السايد يعلم على الطريق. ابو ناصر، عفوا، يعني هيئه النزاهه البرلمانيه الحكوميه قالت بانه حجم السرقات والفساد تسبب بهدر 2 تريليون دولار امريكي منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظه. طبعا هذا مصطلح منذ الاحتلال هم لم يذكروه، لكن القصد ان 2 تريليون دولار هي حجم الفساد والسرقات واهدار المال العام الذي حدث في عهد هذه الحكومات. هذا من تصريح لجنه حكوميه، الله اعلم ربما المبلغ اكبر من ذلك بكثير. يعني استاذ محمد، هي لجنه النزاهه، هي يراد لها لجنه نزاهه توقف على راسها وتدقق بالاشياء اللي يقومون بها. هي لجنه النزاهه هي بالاساس فاسده. منو بالعراق هسه موجود من السياسيين او البرلمانيين او المعممين مو فاسد؟ خل يطلع واحد ويقول عليه شخص من الاشخاص يقول هذا مو فاسد، كلهم فاسدين بصوره عامه، كلهم دمروا البلد. وحتى الشخص اللي يرشح نفسه كعضو البرلمان هو بالاساس يعرف اذا فاز راح يصير ملياردير. من يرشح نفسه؟ مو يرشح نفسه لاجل خدمه الشعب، لا، يرشح نفسه في سبيل يصبح ملياردير، لان يعرف المال مال سايد ومستولين عليه وكلها الهم. وخلي يشوف بان اذا يعني نقول ابسط شيء استاذ محمد، هسه هذول مجرمي رفحاء، يعني سرقوا ممتلكات الدوله ونهبوها وقتلوا مواطنين وقتلوهم بالحرم الحسيني. والله العظيم انا شخصيا رحت الكربلاء بعد انتهاء الاحداث وشفت المكان اللي خصصوه لقتل المواطنين. وبالحرم الحسيني بالذات يعني. وكانت حتى اثار دماء موجوده وهويات مال المغدورين موجوده، وانهزموا للحدود السعوديه وهيئت لهم السعوديه مخيم رفحاء وزورتهم بارقى انواع الطعام. اليوم يتقاضون 3 ملايين خدمه جهاديه ابو. نعم استاذ محمد، يعني نطوهم السعوديه حتى مصرف شهري قاموا ينطوهم، وطلعوا للدول الاوروبيه وحصلوا على جنسيه الدول اللي دخلوها وتمتعوا بحياتهم. وتيجي حكومة العهر والفساد تخصص لكل واحد منهم راتب شهري ما يقارب 3 ملايين دينار، لكل شخص واحد منهم، وحتى الطفل اللي يولد هسه أو باشر يتخصص له راتب 3 ملايين دينار. صحيح. ومدى الحياة. والمتقاعد اللي خدم البلد أكثر من 35 سنة راتبه 400 أو 500. لا، خلي نتكلم بمنظور آخر أو نتكلم بمنطق آخر. هم يتحدثون ويقولون بأن هؤلاء المجاهدين والمقاومين، ماذا عن من قاوم الولايات المتحدة عندما احتلت العراق؟ هؤلاء الذين يقبعون في السجون الآن والذين وقعوا بسبب المخبر السري والذين تعدت عليهم وعلى أعراضهم وعلى منازلهم الميليشيات والقوات الأمريكية وغيرها، هؤلاء الذين أبيدوا، ألا تستحق عوائلهم الآن ثمن المقاومة أو نظير المقاومة للاحتلال أن يتعاملوا بالمثل مع ما يتم التعامل به من هؤلاء؟ هذول بنظر الحكومة المجرمة أستاذ محمد يعتبرون إرهابيين. هذول اللي قاوموا الاحتلال ودفعوا دماءهم وتبهذلوا وانتجنوا كلهم. هذول بنظر حكومتنا العميلة هاي المجرمة يعتبرون إرهابيين وقاموا بأعمال إرهابية ضد دول التحالف. هذا شيء كل الزين نعرفه، والسجون موجودة، وخل يروحون دول، خل تيجي دول من خارج العراق وتروح للسجون وتشوف الابرياء الموجودين بالسجون هسه. قد موجودين وشنو الذنب اللي يقترفوه؟ كل اللي يقترفوه هو قاوموا الاحتلال وما يردون الاحتلال يدخل بلدهم ويستمر مسلط عليهم. لكن الحكومه اذا هي كانت مأيده الاحتلال وهي اللي تساند الاحتلال وهي اللي تجيب الايرانيين وتدخلهم وتسلطهم على رقاب الشعب العراقي. شلون تعتبرهم هذولا مثل جماعة رفحاء؟ طيب، أنا أشكرك أبو ناصر، كنت معنا من تركيا. مشاهدينا نود أن نتحدث عن هذا الموضوع أكثر،
وتحدثنا في بداية حلقة أنه الوجه الذي سنعرضه في هذه الحلقة من أوجه الفساد الموجود في العراق وإهدار هذا المال وذهابه للأسف الشديد لمن لا يستحق، وستشاهدون لماذا سأتحدث بهذه الطريقة. نتابع أول مقطع من صاحب محل صرافة أو أحد محال الصرافة التي توزع الأموال المخصصة لهؤلاء عن طريق البطاقة الذكية، دعونا نشاهد. وان السلام عليكم. قبل فترة نزلت إشاعة وعلى التواصل الاجتماعي بأنه رواتب رفعة لغت. الله وكيل، لا لغت ولا هاي. أقل رفحاوي وسجين سياسي يستلم 3.25، وهاي نماذج هاي 3 ملايين إلا مع العلمك وصل لأخو ياه، لأن هو جاهز ما يطلع إلا 3 إلا 3000. قبل فترة إجاني سجين سياسي والله العظيم 6.25 استلم 6.25. أدري شنو لكم، ماكو الله، ماكو شنو المصيبة هاي. أدري إذا هو راح الرفحة حرر القدس مثلاً تعطيه 3.25. المشكلة مو بس رب الأسرة، كل الأفراد، يعني أكو واحد موادي 92 94 95 يسمون رفحة. شنو هاي؟ شنو الخريطة هذا؟ من وراء من؟ من وراء الشيخ الهنداوي. الله لا يوفقكم أنتم وحزب الدعوة، الله لا يوفقكم. شوفوا شعب العراق، شوفوا شوفوا الخريطة. أنا أبو مكتب ذكية بغداد الجديدة حبيبي، باعوا فضلوا. الله لا يوفق، الله لا يوفق. تاك صاحبك الرفحاوي والسجين السياسي يقول له شوف الهنداوي سوالي، هوب ناس ما عندها 1000 دينار وناس تكرف وهي قاعده عندها له. مع العلم الرفحاوي تعيينه مركزي، يعني هم الدوله تعطي راتب وهم تعيينه وهم تعطي قطعه مؤسسه الشهداء ووزاره الهجره والمهاجرين هم تعطي قطعه. ادري نازلين من السماء يا رحمه الدين كيف. استمعتم مشاهدينا الكرام الى حديث هذا المواطن ومدى حجم أو حجم الامتيازات التي يتحصل عليها هؤلاء، نظير الجهاد الذي يطلقون عليه أو يسمونه جهاد أو مجاهدة النظام السابق. دعونا نشاهد الآن رد هؤلاء على من ينتقدهم من العراقيين. دعونا نستمع إلى أول شخص الذي يقول إحنا أحسن منكم. خوف حقكم، خفتوا سكتوا ما عنده مالح، خفتوا لا تقول لي ما خفتوا، لا تقول لي احنا رضخنا تحت صدام. انتم خفتوا ايام صدام، احنا ما خفنا ايام صدام. فانتم رضختوا لواقعكم، احنا رفضنا. هذا ميزنا احنا عنكم درجة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، يعني احنا صرنا المجاهدين. طيب خلينا نشوف مجاهد اخر كما يسمون انفسهم طبعا، هذا ينعم بالامان في تركيا، عايش بتركيا ويتقاضى، وستشاهدون كم ربما إن أوقفتم الشاشة في البث المباشر ستقومون بحساب عدد الدولارات التي يحملها بالإضافة إلى العملة المحلية في تركيا الليرة. دعونا نشاهد ماذا يقول. وتنطوي تعبنا صدام ركض ورانا وتبهدلنا، صح هسه احنا عايشين بتركيا مرتاحين، ها ودا نستلم بالدولار وهاي الفراطه بالتركي. زين خالصين ترى مو بس احنا نستلم، هاي السياسيين كلهم يستلمون، وعلى عنادكم ما تنقطع ما تنقطع، وظلوا بالعراق انتم بس تحكون على العالم، ظلوا بالانفجار ظلوا. شاهدتم مشاهدينا الكرام الامتيازات التي يتنعمون بها، 3 ملايين دينار عراقي كحد أدنى، يعني نحن نتحدث عن 2400 دولار. المشكلة أن الآن الوضع في العراق يعني في تناقضات كثيرة وكبيرة. نرى مواطن عراقي يبحث في المزابل هو وعائلته عن لقمة عيش، ونرى هذا الشخص أو ذاك الذين ولدوا بعد الأحداث وانتهاء هذه المعارك وانتهاء هذه المشاكل المتعلقة بقضية التسعينات ومخيم رفحاء وما إلى ذلك، نراهم الآن يتقاضون 2400 دولار وهو جالس يضع قدما فوق أخرى ببلد أمان. للعلم مشاهدينا الكرام طبعا، وهذا التقرير موجود ومنتشر على المواقع الإخبارية الآن على الإنترنت. طبعا تعريف سريع لهم، ويعني ليس تعريف للمعتقلين أو للمعتقل، لكن ما الذي حدث لهم بالذات؟ عندما جاءت المنظمة الأمم المتحدة للهجرة واللجوء في ذلك الوقت حصلوا على امتيازات كثيرة، ومنها الحصول على إقامة في بلدان عديدة غربية وأوروبية،
البلدان الموجودة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا، ومنهم من ذهب إلى إيران طبعا. هؤلاء حصلوا على هذه الامتيازات الإقامات، وكما تفضل السيد أبو ناصر من تركيا كانوا يتنعمون بالدعم المعنوي والمادي وبالنسبة للغذاء والدواء، لأن الفترة التي كانوا بها كانت موضوع أزمة اللجوء والمهاجرين واللاجئين ليس كما حدث في عام 2014 و15، هذه الموجة المليونية التي حدثت والتي سببت ضغط، كانت الأمور هادئة نسبيا بالنسبة لهذه القضية لمنظمة الهجرة واللجوء منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي كانت تستطيع أن تقدم ربما من أجود أنواع المساعدات والخدمات لهؤلاء 40,000، هم 40,000. ثم بعد ذلك تكاثروا طبعا، لأنه الآن من يقوم بالحصول على أو من طبعا يأتيه مولود سيستلم المولود نفس الامتيازات التي تحصل عليها الأب، ربما أقل بقليل لكنه سيحصل على هذه الامتيازات. سنكمل الحديث إن شاء الله بموضوع الفساد الموجود الآن في العراق مشاهدينا الكرام، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع إلى رئيس السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك سيد محمد؟ الله يسلمك أبو فيصل، حياك الله. تحية لك يا محمد خالد، تحية للقناة، تحية لكادر القناة، تحية للإخوان المتصلين والمشاهدين. ربي يحفظك، الله يسلمك. بالنسبة حقي ما قبل تتكلم عن موضوع رفحة ما أدري. الموضوع عن الفساد في العراق يا أبو فيصل، وموضوع رفحة والامتيازات التي يتحصلون عليها هو جزء من أجزاء هذا الفساد. صحيح أستاذ محمد، العراق هو من 2003 هو كلهم أستاذ محمد كلهم فاسدين وعملاء غير فاسدين، أخيرهم ما يسمى برئيس العراق هذا 4 سنوات حيدر العباد، كل الخدمة قدمها لإيران، وآخر شيء يقول لك نزلوني إيران، نزلوني بكل قباحة، يقول بأي تاريخ حنا إيران تنزل رئيس عراقي؟ بالله بأي تاريخ؟ بالنسبة إلى لاجئين حقي رفح، هم كلهم حفلات الشعب، وهم قاموا بأعمال قضائية ضد الشعب العراقي. هم ناس مجرمين، هم قاموا بأعمال قضائية في المناطق الجنوبية. وليس هم حفلة الشعب العراقي، مع اعتزازي بالشعب العراقي كله. نعم. أشكرك أبو فيصل، شكرا جزيلا. معنا أبو محمد من الديوانية، تفضل. شلونك اخوي محمد؟ الله يحفظك، الله يسلمك، اهلا وسهلا. اخوي الفساد ما خلى شيء في الدوله، يعني انهاها، ماكو ما خلى، كل شيء ما خلى. استاذ نعم، شلون يتعالج ابو محمد؟ شلون يتعالج؟ استاذ دوله بدايه الاحتلال اكو محلل التقت به قناه الجزيره، قالت لي نريد نسيرك على الناس اللي لزمت السلطه بالعراق. نعم. جاوبها قالها انهم مجموعه من اللصوص، انهم نعم. مجموعه من هسه هذول طلعوا لصوص درجه اولى، يعني ما خلوا شيء بالدوله يا ابو، ما نعم. خلوا كل شيء بالدوله. نعم. يعني هسه انت لو شوف الاسواق شلون ميته، ماكو شغل، لاكو عمل، لاكو هذا، الوادم البطاله اذتها ما خلت كل شيء عندها، زين؟ نعم. نتيجه الفساد هذا، زين؟ الفساد بكافه مجالات الدوله، ماكو شيء ما ظل بدون فساد، زين؟ شكرا أبو محمد، كنت معنا من الديوانية. مشاهدينا الكرام، نقرأ بعض الرسائل حتى نكون قد وزعنا الوقت إلى حد ما بالعدل ما بين المشاركين الاتصال وأصحاب الرسائل. السيد مبروك من الإمارات يقول: أخي محمد، عن أي عدالة تتحدث هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران؟ لا عدالة ولا قانون يطبق بحقهم، حتى لو كان ذلك يكلف محاسبتهم على الفساد وغير ذلك من الأمور الأخرى، ليستقيم حال البلد إلا بإزاحتهم والخلاص منهم. لا مكان لهم في البلد، لأن أيديهم تلطخت بدماء الأبرياء العراقيين على مدى أكثر من 15 عاما، لم يوفروا للعراقيين الخيرات، نهب، سلب، قتل، تدمير المدن
الأجدر أن يوجد من الأصلاء الشرفاء إنسان فيه الخير والبركة لينتشل العراقيين من هذا الواقع المؤلم ويعيد الحقوق لهم ويعيد البلد لما كان عليه قبل هذا الواقع المؤلم ويدعو للعراقي وللعراقيين. معنا رسالة أخرى يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، لا يوجد في العراق رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس برلمان، هؤلاء مجموعة من العملاء واللصوص ينفذون ما يؤمرون به من إيران التي قزمت الهوية العراقية. عادل عبد المهدي شخص ليس لديه مبدأ في الحياة، عند مراجعة تاريخه تجده يوم شيوعي ويوم بعثي ويوم إسلامي، وضعه في هذه المرحلة لكي يقلل تأثير العقوبات الأمريكية على إيران من خلال سرقة المال العراقي وتحويله إلى إيران. يجب على الشعب يقول كلمته. أطلب من قناتكم الكريم عدم تسمية هؤلاء بالنواب أو بالرؤساء أو السياسيين لأنهم مجموعة من عديمي الشرف، فلا تعطوهم شرعية وآسف على الإطالة. شكرا جزيلا. معنا السيد غسان من تركيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا على مود موضوع الفساد. نعم أخويا، هو أكو حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي زمان على أمتي أراذل القوم أسيادها. فأخويا هسه هم هذول أراذل القوم صاروا أسيادها، فهاي علامة من علامات الساعة. فأخويا يعني اللي الله سبحانه وتعالى اللي نعم. انت تحشي على نجدة النزاهة اخي، ابو لجنة النزاهة طلع بلشانة علني قالها نعم. مو خفية على قناتكم وكل القنوات نعم. يقول لك احنا فاسدين حرامية. صحيح. يعني ابو نعم. لجنة الفساد، ابو لجنة النزاهة هو يراد للجنة نزاهة. صحيح. واخي من على دول مال رفحة اخي، من اما دول غوغاء مال التسعين اللي خربوا البلد اللي نعم. قتلوا الناس، أنا من ضمنهم اللي أحكي وياك أخويا استشهد على أيديهم. نعم نعم. هذول الغوغائيين اللي قتلوا أبناء الآن البلد. الآن هم مجاهدون يا غسان، وهؤلاء الذين قاوموا، ويقول المجاهدين على درجة، هذا أحد المقاطع التي عرضنا، وأنتوا خليكم تستاهلون عايشين بهذا الوضع. هاي رسائلهم بالنسبة لمن ينتقد، بالنسبة لمن يعترض على حصولهم على هذه الامتيازات. أخي خلي ياخذوها بالدنيا ان الاخر ان شاء الله، فهذول حطب جهنم هذول هالحرامية. نعم. كلهم غوغاء اللي لعبوا بالتسعين وخربوا بيوت الناس وباقوا بيوت الناس. يا مجاهدين، الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين الحقيقيين مو هذول الحصالات الحرامية. مع احتراماتي نعم. اكو ناس طيبين حقيقة يا نعم. اخي والواقع. هم منو كتلوا بالتسعين؟ كتلوا اخويا واخوك وابن عمي وابن عمك. أشكرك غسان، كنت معنا من تركيا. نكمل قراءة الرسائل المشاهدين الكرام. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أخي، كل شيء بالعراق الآن بالمقلوب، الخائن والعميل والفاسد يحكمون، والسبب هو أن الشعب جاهل ويتبع الخونة والعملاء. مع اعتذاري للشرفاء الذين قاوموا الاحتلال، العراق كان مرفوع الرأس عندما كان يقاتل الاحتلال، ويجب أن يستمر الشعب في المقاومة ويقضي على ذيول الاحتلال. رسالة أخرى، وهذا الحساب حقيقة يكتب ويمسح. عموما نتمنى أن تكون هي الرسالة النهائية بالنسبة لك. السلام عليكم، أشكركم على هذا البرنامج الراقي. والله يا أخي حكومة فاشلة، وأسأل الله العظيم أن يهلكهم مثل ما سوى بينا هيجي. الله كريم، رب العزة بالمرصاد. رسالة من أحد المشاركين يقول: أنا عراقي من تركيا، ممكن أشترك؟ حسب ما افتهمت يعني حاول الاتصال. طبعا المشاهدين نذكر بأن خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لا تتاح بها خدمة الاتصال، لا تستقبل خدمة الاتصال، وبالتالي يفضل لمن يريد التواصل على الواتساب أن يقوم بإرسال رسالة نصية أو أن يتصل بنا على أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. طبعا أحد المشاركين وما زال حقيقة يقوم بالكتابة كثير من الرسائل، سأختار واحدة فقط لقراءتها وننتقل إلى مشترك آخر لأنه حقيقة رسائل كثيرة وكبيرة. يقول أخي محمد: والله عجيب وغريب هذا الشعب، عايش بالضيم والمخدرات والسرقات وقتل وتهجير، والمصيبة ما
من يحكم بالبلد من إيران أو إيران تتحكم بالبلد، يعني هذا اللي فهمته، وهم يعترفون بذلك. أين دور الشعب والمرجعية؟ داخلين بفالح الفياض، ولكن وين المليارات؟ أين العراق من الشمال للجنوب يعانون؟ المهم الزيارات واللطم، هذا هو أقصى طموح. البلد ضاع، الله أكبر. طيب أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لحضرتك أستاذ محمد والكل كادر قناة الرافدين. إذا أراد الشعب يقضي على الطغمة المجرمة والفاسدة وأولهم المرجعية وعمائم الفسق، عليه أن ينتفض ويساند تظاهرات البصرة، وهذه فرصة إذا ضاعت فلن تتعوض. وآخر الرسائل مشاهدينا الكرام قبل الختام، يقول: يا أخي مع الأسف كنا نساهم بالفساد لأننا ننتخبهم. أبو كرار من المهجر. شكرا أبو كرار. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.